تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الجهود المبذولة من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده رئيس اللجنة الدكتور حسام المصري. وفي هذا الإطار جدد رئيس الوزراء الإشادة بالجهود التي تبذلها اللجنة الطبية وتعاملها مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مؤكدا أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة في رفع المعاناة عن المرضى وذويهم وتوفير كل سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين. من جانبه أوضح رئيس اللجنة الطبية أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 548 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.